مرحبا باللي يجينا هلت الفرحة علينا نشدت الأشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا مرحبا باللي يجينا هلت الفرحة علينا نشدت الأشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يومنا ده غير عادي مرحبا فوق الألوف مرحبا فوق الألوف هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يومنا ده غير عادي مرحبا فوق الألوف مرحبا فوق الألوف طار طير الفرح غنى فوق غصن السعد شادي قال جانا من تمنى يا هلا بهل الأيادي أهل الأيادي طار طير الفرح غنى فوق غصن السعد شادي قال جانا من تمنى يا هلا بهل الأيادي يا هلا بهل الأيادي يا هلا ومليون أهلا قدركم والله غالي حبكم في القلب ساكن حقكم فوق العلالي فوق العلالي يا هلا ومليون أهلا قدركم والله غالي حبكم في القلب ساكن حقكم فوق العلالي حقكم فوق العلالي جيتم المركز زيارة زاد تشرف المكاني والله ما تكفي زيارة شوفكم كل الأماني مرحبا باللي يجينا هلت الفرحة علينا نشدت إن ما أردت صلاة ظهر أن كسوتك نمسيتك كدبنا برامج أيامها الإعلامين أي الله بلانسنا وأها ترتنك قرانك كريمك وبشر رمضان إنو هذا إلهي نوافجي إن أنسيفري سنو وحكا أرقنو وحكا دقي سنو عرور تاني يعني وفضل إلهي سبحانه وتعالى نسيي ولدونا إن ما أردت وقم هذا نغنو إلهي سبحانه وتعالى Protect this ni'mah. Knowing that Allah is a ni'mah from Allah Ta'ala.
mid labaadna uu leeyahay wallaahi waan idinka maaragte idinka masirna waxaanan ku masirnaa buu leeyahay markaan aragno qaabkaad qur-aanka u jecel ilaahi subxaanahu watacaala yani jacaylku idinku abuuray xagga qur-aanka. Hadda waxaa laga yaabaa dadka meesha wada fadhiya wuxuu dhahay 36 arday baa tartanka gelaysa, dad badan oo caruur aan dhalin ama maaragte ooban laga yaaba qaarata inay guursanin ba inay meesha fadhiyaan. Fadhiga marka waxaa ku keenaya waxa waa jacaylka ay qur-aanka u qabaan. Marka in badanaa idinka sheekaysanaa uu leeyahay taana waa nicmo oo ilaahi subxaanahu watacaala in loogu shukriyo ay u baahantu leeyahay walaalayaal. Si markaa nicmadi noogala noqonin waa inaan ilaahi subxaanahu watacaala ugu shukrinaa. Midda labaad maaragte sheekhu wuxuu dhahay qaabku maaragte wuxuu ka hadlay tartanka uu qaadayo, kow qur-aanka waxa ugu muhiimsan aan fiirin doono wuxuu dhahay oon boqolkiiba konton aan ku bixinayo waa xifdiga ardayga. Ardayga hadduu xifdigiisa waa inuu adkaado. Ardayga xifdigiisa hadduu liita uu maaragte uu khalqal ku imaado ama cunugu gefo hal marabaan mikrofoonka ugu dhufanaya u dhahay dhag baan siinay, hadduu isa saxo waxaan goosana buu dhahay afar meelood meel baan goosanaya, hadduu isa sixi waayo mar kale baan ugu dhufanaya, ayadana hadduu isa saxo markii labaad afar meelood meel baa tegaysa, intaa waa nus baa laga goosanaya. Hadduu isa sixi waayo oo loo sheego ardayga point buuxdo baa laga goosanaya, one full point, one max. Tajwiidka markaa iyo qur-aanka wuxuu ku saabsan tajwiidkiisa boqolkiiba 30 lagu saxayaa, kontonna waa xifdiga, labaatanna waxaan ku sixi buu dhahay codkiisa, fadhigiisa, nashaadkiisa, barnaamijkaasaa la eegaya, arrimahaasaa labaatanna lagu siiri, markaa boqolkii sidaasay ku imaanaysaa. Midda kale wuxuu dhahay sheekhu laba baan nahay, haddii maalan arday oon aniga siiyo 80 boqolkiiba 80, sheekhe kalena uu siiyo
بقول كبا تضباطن تضباطن كي يسيدي تنكي باس كدرايا إلى over 200 لو بقول الله لغا دي معناها يالغو دفنايا مركز ساسا حساب تنان نغدون تا إن شاء الله تعالى قابك أسود الشيخ ونستحدون إن شاء الله تعالى مركزين أن كفا إذي سنو أن نقدتك أن معلمين تأيو ما أرك تلفتو ترتمد غادو إن النور نغط إن شاء الله تعالى يتصال أيو كقاب غاد الشيخ إن شاء الله تعالى إن كبر نبارك الله فيكم محسن داهر إبراهيم هل جوس تضبصنا بوجرا مدرسة عمر فاروق جوهانسبرغ خوتين محسن حوقاتي A7 يقرأ من قول الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اقرأ من إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اقرأ من قول الله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام
الناس إلا عشية أو ضحاها. ما شاء الله محسن داهر إبراهيم ما شاء الله. قبت شنت الجوس أرضيك نمبر سديدات عبد الرحمن أحمد عبد الله وشن جوس كوي تبنجر مدرسة عمر فاروق جوهانسبرغ خوتين رحمن بي فايف. نقول بالله تعالى يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اقرأ القول تعالى يا أيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم
تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله فآمن قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. حسبك. اقرأ من قول الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في
سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم مرحبا تونكي جس أرديكي إنه هو حاليان وعبد الرحمن عثمان سراد طبن جس سيدات جر مدرسة عمر فاروق جانب باخوتين سي ون باخوتين سي ون يقرأ من قول الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من خلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت
منهم المخلصين. حسبك. يقرأ من قول الله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله
هذا هو يرينا محمد عبد الله الجدي شنيا توانجوس تطوجر مدرسة عمر فاروق جوهانسبرغ خوتين محمد عبد الله الجدي شنيا توانجوس تطوجر مدرسة عمر فاروق جوهانسبرغ خوتين حقاتي D5 اقرأ من قول الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما فاسقين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون حسبك اقرأ من قول الله تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال
وَإِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. حسبك. اقرأ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقرآن كيودن يا أرضي قودن بي لمن خليف داود لمن خليف داود صدن جس لغية ونجر مدرسة عمر فاروق جوهانسبرغ خوتين E4. اقرأ من قول الله تعالى: ما ننسخ من آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير. أن تريدون أن تسألوا
سألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اقرأ من قول الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك أو يكون لك بيت زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. اقرأ من قول الله تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ
أبدا بين اليوم إذ ولا يتساءلين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. إلهي سبحانه وتعالى فضيلة فضيلين دقيسية إن كما أردت أجرسية مرحبا باللي يجينا التي الفرحة علينا نشدت الأشواق فينا مرحبا بكم مرحبا 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 باللي يجينا التي الفرحة علينا نشدت الأشواق فينا مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يومنا ذا غير عادي مرحبا فوق الألوف مرحبا فوق الألوف هذا مركزنا ينادي مرحبا بكل الضيوف يومنا ذا غير عادي مرحبا فوق الألوف مرحبا فوق الألوف طاري طير الفرح غنى فوق غصن السعد شادي قال جانا من تمنى يا هلا بهل الأيادي يا هلا بهل الأيادي طاري طير الفرح غنى فوق غصن السعد شادي قال جانا من تمنى يا هلا بهل الأيادي يا هلا ومليون أهلا يدركم والله غالي حبكم في القلب ساكن حقكم فوق العلالي فوق العلالي يا هلا ومليون أهلا يدركم والله الغالي حبكم في القلب ساكن حقكم فوق العلالي حقكم فوق العلالي جيتم المركز زيارة زاد تشرف المكاني والله ما تكفي زيارة شوفكم كل الأماني مرحبا باللي يجينا هلة الفرحة علينا نشدت